حول هذا الملف حسين القرعاوي. مرحبا بك حسين في هذه الساعة الإخبارية. خلينا نبدأ معك من مساندة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ماذا يعني لكم هذه المساندة عندما تحدث عن ضرورة محاسبة القتلة وأيد الحملة التي تم إطلاقها من قبل جمع كبير من الناشطين تحديدا لإنهاء حالة الإفلات من العقاب؟ نعم، تحية طيبة لك يا سيدي، تحية لجمهوركم، شكرا على الاستضافة. نثمن هذا المطلب من أجل الكشف عن القتلة والمجرمين والمتورطين في سرقة المال العام. أيضا كون هذا المطلب كان ولا زال من المطالب التي صاحب الثورة تشرين، وهذا المطلب طبعا لا تنازل عنه ويجب تفعيله بأسرع ما يمكن للحد من الاستمرار بالاغتيالات والجرائم. طبعا بسبب عدم تفعيل هذا القانون للحد من الجرائم والإفلات من العقاب العفو، للأسف لا زالت عمليات الاستهداف والاغتيالات مستمرة. يوم أمس كانت هنالك محاولة اغتيال لأحد الناشطين، قبل دقائق أيضا محاولة اغتيال لأحد الناشطين. هذا سببه هو الإفلات من العقاب. والأمر الآخر، هذا الشيء ما راح يعزز أي ثقة بالدولة، ما راح الناس تشعر بأكو شيء اسمه أمن وأمان حكومة، سيما ونحن متجهين صوب انتخابات. هذه الانتخابات كانت ولا زالت هي مطلب جماهيري، لكن للأسف لغاية الآن لم نرى أي مناخات صحيحة لإجراء هذه الانتخابات. يعني احنا اليوم جاي نلاحظ استمرار محاولات الاغتيال والاستهداف للناشطين والممثلين للحراك الشعبي. طيب ذولا شلون باكر عقبة في ظل هذه الظروف، في ظل هذا السلاح المنفلت، راح يشاركون بالانتخابات؟ سبب من أسباب المقاطعة اللي انتقدتنا كثير من الأطراف، خصوصا الأطراف السياسية والفاعلين اللي يدون يجرون الانتخابات، هو المقاطعة كان سببها هذا السلاح المنفلت، الأجواء الغير الآمنة، المال السياسي الفاسد. احنا اليوم كناشطين مستهدفين، مرعوبين، خايفين على عوائلنا أيضا. كيف يردون من عندنا النزول بكيانات سياسية؟ طيب حسين، ألا تعتقد بأن تصاعد عمليات الاغتيال، تصاعد عمليات الاغتيال في الآونة الأخيرة واستهداف الناشطين، تسارع وتيرتها، تزايدها في هذه الفترة مع قرب الانتخابات، ألا تعتقد أن الغاية والهدف من هذا التصاعد هو الوصول إلى قناعة بأن الأجواء غير آمنة ويجب مقاطعة الانتخابات، بالتالي المشاركة ستكون محصورة لأحزاب السلطة ومؤيديها فقط؟ بالضبط مثل ما تفضلت. اليوم احنا اللي جاي نلاحظه كيانات تشرين لحد الان اصدقائنا واخواننا واللي هم كيانيا نازل اخذ حقه وامتداد، لحد الان ما حد قدر يعلن، لحد الان ما تنفتح مكاتب، لحد الان ما بدأوا بحملاتهم والتثقيف لاجراء الانتخابات، رغم هي مطلبنا يعني الجماهير اللي قدمنا دماء من اجله واللي احنا مؤمنين بالتغيير من خلال صناديق الاقتراع. اليوم جاي نشوف بس الاحزاب واللي نفسها اللي دمرت البلد وشاركت بقتلنا طوال هاي السنوات وسرقة المال العام، راح تحاول إنتاج نفسها عبر هاي الانتخابات. وجاي نلاحظ إمكانيات الدولة، طائرات اليوم لحد اليوم أكو يعني الجهة السياسية استعملتها، سيارات الدولة، مشاريع الدولة، نفس الأحزاب يعني جاي يحاولون إعادة. إحنا اللي جاي نشوفها هسه حاليا هاي الانتخابات راح تكون أسوأ من انتخابات عام 2018. أنتم بمقاطعتكم اليوم تفتحون المجال لهذه الأحزاب بأن تتسيد وتبقى في مناصبها وأماكنها. نعم، احنا مو مع المقاطعه، لكن احنا اليوم مطلبنا الى السيد مصطفى الكاظمي دوله رئيس الوزراء، الى مجلس القضاء الاعلى، مجلس المفوضين، يعني الاجواء الحاليه غير مناسبه، يجب حصر السلاح بيد الدوله، ابعاد المال السياسي الفاسد، توفير بيئه امنه، فتح باب التسجيل لباقي الكيانات التشرينيه واحتوائهم. اليوم كثير من الكيانات والناشطين مشردين باربيل وبدول ثانيه، وناس ما كمل التسجيل لاسباب ماليه، لاسباب امنيه، دول اليوم والشريحة جدا واسعة من الشعب العراقي يا سيدي الفاضل، فيجب إشراكهم بالانتخابات. قبل يومين ثلاثة كانت ضيافة للدكتور القاضي السيد وائل عبد اللطيف على قناتكم الكريمة، اتكلم عن أشياء جدا خطيرة بشأن الانتخابات، مثل قرصنة الانتخابات، مثل الست ملايين بطاقة اللي ثلاثة ما محدثة وثلاثة مسروقة، هاي راح تقلب المعادلة وراح ترجع نفس العصابات للسلطة. إذن يا أبو زيد شنك ما غزيت، احنا ما سوينا شيء، وين راحت تضحياتنا، وين راحت الدماء، وين راحت مطالب الشعب العراقي؟ حتى
الدكتور القاضي يعني قال إذا يعني ترحل الانتخابات عن موعدها فترة للتصحيح لتحديث البطاقات البايومتري مو مشكلة، خلي ترحل في سبيل تكون مشاركة واسعة. ترى اليوم سيد الفاضل كون على ثقة، إذا تسمحوا لي عبر قناتكم الكريمة أدي أوصل هاي الرسائل. نعم. الجهة الوحيدة اللي تأثر على الناس هي الناشطين والفنانين والشعراء وهاي الجهات والتشرينيين، كونهم يشكلون نسبة 80% من الشعب العراقي. ترى اليوم الأحزاب وجمهورها وفصائلها 20% من الشعب العراقي، والدليل على ما أتكلم انتخابات عام 2018. بالتالي يجب إشراك التشرينيين، توفير بيئة آمنة لهم، إيقاف يعني معاقبة القتلة والمتورطين، وكشف نتائج التحقيق خاصة بالاعتقالات الأخيرة اللي طالت ناس وفق المادة 4 إرهاب. يجب الإسراع بتبيان النتائج، يعني اعتقال كل المتورطين، كل اللي واقفين خلف عمليات الاغتيال، على مود يصير حد للاغتيالات. الباقين يردعون ويخافون إذا شافوا أكو إفلات من العقاب. يا أخي الكريم، راح تستمر هاي العمليات. إحنا مو مع المقاطعة، لكن أريد حسين حتى أركز على هاي المناسب والتضحيات التي قدمناها، والصورة تصل بصورة أوضح. نعم. للمشاهد وللرأي العام وحتى للجهات المعنية. اللي فهمته أنه أنتم مو مع المقاطعة، لكن نعم، مع تأجيل أو ترحيل للانتخابات لحين تهيئة أرضية مناسبة، أجواء نعم، أمنية أيضا مناسبة من أجل إجراء الانتخابات. نعم صحيح. نعم، مع ترحيلها لفترة معينة. طيب. وماكو مشكلة إذا دولة رئيس الوزراء يعني يريدها بشهر العاشر، أوكي ماكو مشكلة، إحنا عليها. لكن خلال الأربعة أشهر يجب إشراك التشرينيين. طيب. واحتوائهم كونهم يمثلون طبقة جدا واسعة من الشعب، حصر السلاح بيد الدولة، تحديث 6 ملايين بطاقة، البطائق العمياء، هاي راح تعيد لنا نفس الوجوه القديمة ونفس الناس اللي دمرت البلد. إبعاد المال السياسي الفاسد، توفير بيئة آمنة. إذا صار من الشروط انفتح باب التسجيل واحتويت وباقي الناس اللي تريد تسجل، احنا ماكو مشكله حتى لو تصير بالعاشر نشترك بها. لكن اذا شفنا على هاي الاجواء وهاي الوضعيه، فانا اشجع دوله رئيس الوزراء ان ال 300 مليار دولار اللي رصدت للانتخابات يتم توزيعها على الفقراء والنازحين والمحتاجين، ويعطونها للناس الفقراء، افضل من هيك انتخابات، لان مشابهه تماما الى انتخابات 2018. واذا صارت انتخابات مو صحيحه وفق شروط التشرينيين، يكونوا على ثقه، راح تنعاد الثوره والشهداء وجرح وسقوط نظام وخسائر بالمليارات وناس تتورط بالدماء وماكو فائدة. نريد انتخابات وبصورة صحيحة. نعم. طيب، الأمم المتحدة رهنت مصير الانتخابات بالاستقرار الأمني تحديدا، يعني توجه الأمم المتحدة اليوم تحديدا على لسان بلاسخرت بعد لقائها بوزير الداخلية، أكدت على رئيس جهاز الأمن الوطني، أكدت على أن الانتخابات المقبلة تتطلب استقرار أمني. بالتالي التوجه واحد ما بين رؤيتكم ورؤية الأمم المتحدة. كيف يمكن استثمار الضغط الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، من أجل إنهاء حالات الاستهداف اللي تطال الناشطين، أيضا من أجل توفير أجواء آمنة للانتخابات؟ يمكن استثماره، يعني اليوم دولة رئيس الوزراء مدعوم من قسم كبير من المتظاهرين، مدعوم من المرجعية، مدعوم من دول، وصار الدعم واضح. بإمكان استثمار هذا الدعم وشن عمليات استباقية واحتقالات للقتلة، كشفهم أمام الرأي العام، كشف الجهات اللي واقفة خلفهم، على مود يتم استبعادها أيضا من شن اغتيالات أكثر من الاشتراك بالعملية السياسية. احنا تراك أمور كلش خطرة، ويعني خطر نحكيها بالإعلام. يا سيد الفاضل، قانون الأحزاب ما تم تفعيله، الأجنحة والفصائل المسلحة اليوم راح تشترك بالانتخابات، ناس حيتان فساد مشخصين ومعروفين نزلوا من هسه ويردون يشاركون بالانتخابات، على دولة رئيس الوزراء أن يكون بجانبنا وإحنا داعمين إليه والحكومة الموقرة، لكن بشروط أن يستثمر الدعم، يعتقل المتورطين، يحد من هاي، ينهي عمليات الاغتيالات، يشرك التشرينيين، يبعد المال السياسي الفاسد، أي ناس متورطة بسرقة المال العام. اليوم إحنا عندنا قوات أمنية عراقية بطلة، اليوم لجنة السيد الفريق أحمد أبو رغيف، الفرقة الذهبية السيد الكاظم، هذا الدعم يجب استثماره لكشف حيتان الفساد اللي هم سبب هاي الكوارث.
الكوارث والمشاكل وابعادهم من العمليه السياسيه، لان جاي نشوفهم موجودين. فاحنا ما سوينا شيء، احنا من طلعنا غير طالبنا باسقاط النظام، ابعاد كل هاي النماذج. يجب استثمار الدعم الدولي، دعم الامم المتحده، وابعاد كل المتورطين. اليوم حتى اكو فقره جدا مهمه، هي ناس يعني مزوره شهادات وصلت معلومات وراح يدخلون بالعمليه السياسيه، بينما تشوف التشرينيين الممثلين عن تشرين القيادات للاسف مشردين ويردونهم يشاركون بالانتخابات، وتطلع نواب وجوه قديمه من اللي دمرت البلد تحكي علينا وتسيء انه وتتجاوز. اي طيب، مو انتم الاجواء ما ملائمه، باب التسجيل انغلق، احنا مشردين مرعوبين خايفين. اخرها قتلتوا الاخ العزيز الشهيد ايهاب رحمه الله عليه، مجرد انه شعبيه عنده وخايفين من عنده وقتلته. زين احنا شلون باكر ننزل بالانتخابات؟ شلون نثقف؟ شلون نحث الناس على المشاركه؟ احنا ما نقدر، يعني احنا مجرد الكلمه اللي جاي نحكيها جاي يتم اغتيالنا. شلون نشارك بالانتخابات؟ يجب على السيد الكاظمي اعاده الحسابات، مجلس المفوضين، مجلس القضاء الاعلى، يعني قلنا حتى لو تترحل الانتخابات لفتره معينه او خلال الاربع اشهر يتم استثمار يعني هذا الدعم اللي قلنا العسكري و الدعم الدولي وتوفير بيئة آمنة للانتخابات. طيب، في حال جرت الانتخابات حسين ولم يكن هناك تغيير في المشهد السياسي، في حال جرت الانتخابات وبقت الأحزاب السياسية متسيدة المشهد، لم يكن هناك التغيير اللي يتطلع له الشارع العراقي اليوم، شنو راح يكون موقفكم كمتظاهرين تحديدا؟ احنا كمتظاهرين اساسا ضد هاي العمليه الانتخابيه وفق هاي الوضعيه الحاليه. لا. كيف اذا اعادت نفس الوجوه ونفس العصابات للسلطه؟ اكيد ما راح نسكت، واكيد الشعب راح تنفجر ثوره ثانيه واسقاط للنظام يصير. احنا اليوم دعوتنا الى دوله رئيس الوزراء ان نعيد الحسابات ووفروا ظروف صحيحه. اليوم اكو معلومات ايضا طبعا كثيره عن التزوير، اكو قضيه الهكر للاجهزه، اكو قضيه قرصنه، هاي اكو تخوف من عندها، اكو قضيه اختراق ايضا للاجهزه. هاي الامور يجب معالجتها قبل هاي اجراء هاي الانتخابات. هاي الانتخابات مصيريه ومهمه وضحينا دماء من اجلها، يجب ان تجرى بصوره صحيحه، لان هاي الانتخابات لو تخلي العراق على السكه ويكمل طريقه ويتعمر وتتلبى مطالب الناس، اما الى الهاويه والى الدمار والى الخسائر مره ثانيه. فما ممكن اجراء انتخابات وفق مقاييس الاحزاب، نريدها وفق مقاييس الشعب وتشرين. وصلت الصورة. نعم. أشكرك جزيل الشكر الناشط المدني حسين القرعوي، كنت معنا.